السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم في هذه الحلقة. اليوم أشرح طريقة لزيادة سرعة اللكمات، وهذا كان سؤال الأخ أسامة والكثير من المتابعين: كيفية زيادة سرعة اللكمات؟ أول شيء أنصح بالاهتمام بالقفز على الحبل. قد يتساءل البعض: ما فائدة القفز على الحبل في سرعة اللكمات؟ كما هو معروف أن القفز على الحبل يحرق كثير من السعرات الحرارية، ولكن يخفف الجسم، وبالحركة الدائرية التي تقوم بها باستمرار تقوية عضلات الكتفين، ومن ثم فإن الضربة يعني تصبح سريعة شيئا ما، مع إضافة بعض الحركات التي سأبينها إن شاء الله الآن. المهم من بين الحركات التي تساعد في سرعة اللكمات أن تقوم بهذه الحركة باستمرار بعد نط الحبل، تقوم بهذه الحركات وقبل الضرب في كيس الملاكمة أو قبل اللكمات يعني في الهواء. الطريقة تكون سريعة، من الأفضل ترفع راسك فيها لفوق هكذا. هذه الحركة تقدر فيها يعني على الأقل ثلاثة سيريات. تمرين آخر، كتوقف الوضعية ديالك، المهم كتحاول يد وحدة راه نضرب 10 ضربات متتالية. تمرين آخر دوبل ديغاكت في جميع كنقندور، منها كنتعود أنني ما نبقاش في مكان واحد، ثاني كنزيد سرعة اللكمات. ثم كتحاول بدون ملل بلا ما نحسب، المهم من الافضل ان نتابع على حساب الوقت. ندير مثلا دي سيري وكانني لاعب مباراه، مثلا نديرو دقيقه ونصف مثلا في هذه الوضعيه، او على الاقل دقيقه، المهم انك بدون ملل. من بعد كنقندرو بحركات فوق مستوى الراس لتقويه العضلات، وباش يجيني يعني الضرب في المستوى العادي يجيني يعني اسهل. كنبقى المهم في الوضعيه ديالي كنضرب فوق، فيها شوية صعوبة لأنه كضرب أعلى من مستوى الرأس. المهم آخر تمرين غادي نختم به، كدير وضع ديال الطائر يعني في الطيران، نفس الوضعية. هذه يعني تجيك صعيبة شوية، ولكن مهمة لتقوية، خصوصا بعد هذه التمارين اللي قمنا بها لتقوية الكتفين وإن شاء الله زيادة السرعة.
أتمنى أصدقائي أن يفيدكم هذا الفيديو وأن تستفيدوا من هذه الحركات، ولا تنسوا من فضلكم الاشتراك بالقناة ومتابعة كل جديد في قناة المحترف، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.